السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أتحبني. في إنجيل معلمنا ماري متى البشير بيقول إصحاح 18 آية 1، بيقول: في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فربنا دعا طفل في وسطهم وقال لهم كده: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتسيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. لأن الطفل عنده براءة غير عادية، عنده إيمان بوعود أبوه، طول ما هو ماشي مع أبوه ما يبقاش قلقان ولا يبقى تعبان. ممكن أنا وإنتم نقلق في حياتنا ونخاف، ولكن لو عندنا ثقة في أبونا عمرنا ما نقلق ولا نخاف. قصة بتقول ولد كان شقي وعنيد وعنيف وطفل صغير، وأبوه مش عارف ياخد معاه قرار لأن كل ما بيقول له حاجة بيعمل عكسها. فقال له: بص يا حبيبي، الكلام اللي أنا ممكن أقوله لك في يوم من الأيام وإنت مش قادر تسمع كلامي أو معترض على اللي أنا بقوله لك، اكتب طلبك في ورقة وحطها قدام صورة بابا يسوع، وبابا يسوع تاني يوم هيقول لك الإجابة. الولد عجبته الفكرة جدا، فجيد الرحلة، كان في رحلة للمدرسة، وطلب من أبوه إن هو يطلع الرحلة وبابا رفض. فجي كتب ورقة: يا بابا يسوع، أنا عايز أطلع الرحلة وبابا رفض، وساب الورقة. أبوه جي من غير ما هو يشوف وقرأ الورقة وكتب له الرد كده: بابا خايف عليك تطلع الرحلة. جي الصبح الولد شاف الورقة، انبسط وارتاح. تاني يوم طلب من بابا إن هو يجيب له موبايل، قال له: حاضر هبقى أجيب لك. كتب ورقة: يا بابا يسوع، أنا عايز موبايل، وبابا مجابوش. لقى الرد، لأن بابا برضو قرى الورقة، لقى الرد: بابا معهوش فلوس الأيام دي، ولكن في يوم من الأيام أول ما ربنا يديله فلوس هيجيب لك الموبايل. ولكن حصل شيء عجيب قوي، إن الوالد الأب نفسه في يوم من الأيام تعب ودخل المستشفى، ولكن إن براءة الطفل، عارف إن هو لما بيعوز حاجة بيكتبها في ورقة، جي كتب ورقة قال له: يا بابا يسوع، بابا تعبان، ودخل المستشفى، وساب الورقة قدام الصورة. وجي تاني يوم بيفتح الورقة، لقى ربنا كاتب له: بابا هيخف وبابا بيحبك، وأنا أول مرة أكتب لك. براءة الأطفال تحس أكتر مني ومنكم، عشان كده ربنا يسوع المسيح قال: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. معانا حالة الطفل باتريك، طفل لا يتعدى عمره 5 سنوات. تعالوا نشوف حالته ونرجع لبعض تاني. ازيك يا استاذ مكرم؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كويس الحمد لله. حضرتك منورنا نقط. ربنا يخليك. حضرتك من القاهره ولا من برا القاهره؟ لا انا اساسا من الصعيد وعايش في الغردقه. حضرتك عايش في الغردقه؟ اه. حضرتك عندك اولاد؟ عندي ولدين، ماجد 8 سنين وباتريك 5 سنين. وباتريك 5 سنين. حضرتك شغال ايه؟ انا بشتغل في شركه سياحه. المدام بتشتغل؟ لا المدام في البيت، لا تعمل. دخلك في شهر تقريبا كام؟ 1350 في الوقت الحالي. لكن يعني الاسره مستوره، يعني ما عندكش مستوره وتمام والحمد لله ماشيه، ما عندكش اي مشاكل؟ لا لا لا. طيب امال ايه المشكله؟ المشكله ان انا عندي ابني باتريك، اول ما ولد كان بدانا في حوالي كان سنه 3 اسابيع.
اكتشفنا طبعا كان في بطنه الاول فيها شبه انتفاخ، ورحنا طبعا كذا دكتور يشوفه بتاع، كلهم اجمعوا ان هو عنده مشكله في البطن ولازم يتعرض على مستشفى الدمرداش. فطبعا انا خدت بعضي وخدت مراتي وخدت ابني وجينا على هنا، بدانا طبعا رحله بقى العذاب والتعب مع بعض. طبعا اكتشف اول حاجه محتاج زرع حالب، وهو كان سنه لسه صغير. بعد كده طبعا ايه بدانا نكتشف حاجات كتير طبعا، وبعد كده كمان لقينا في دايرتين على عينيه. فطبعا خدناه لدكتور العيون. طب ايه اللي عنده بتاع؟ طبعا كانت اول حاجه الدكتوره قالت لنا ده هو مش بيشوف. طب هو عنده قد ايه؟ كان لسه مولود. كان لسه ما كملش 40 يوم. جيت بيها انا على القاهره طبعا، وبدانا طبعا نعمل ايه الفحوصات والكلام ده. اكتشفنا ان هو محتاج زرع قرنيه وعنده سحابه على العينين. بعد كده لقينا جيب في المثانة. وخصية معلقه. ده كل ده عنده. بس طبعا ما قدروش يعملوها كلها مره واحده، بدانا نعمل بالتدريج. اول حاجه عملنا زرع الحالب. بعد كده تجميل الحالب. بعد كده عملنا جيف في المثانه. بعد كده عملنا دي حاجات اتعملت. ده كله اتعمل، ده وخصية معلقه عملتها له. تمام. وكان عنده انسداد في الزور طبعا، ما كانش بياكل، كان ياكل الاكل ويطلعه من مناخيره، فعملناه له برضو. بالنسبه للزور كان تعبان شويه، ما كانش بياكل، كان ياكل اكل قليل وكان بيعيش على الزبادي. بدأنا بعد كده نشوف ايه اللي عنده تاني. لقينا عنده مشكله في النمو برضو تاني. وعنده كليتين، واحده صغيره وواحده كبيره. الكبيره شغاله كويس، الصغيره فيها حصوايه كده صغيره برضو، وشغاله بنسبه مثلا 30% او اقل. لسه ما عرفناش برضو لغايه دلوقتي النسبه، لان عايز مسح ذري من اول ما سن 3 أسابيع. واحنا بدانا معاه عمليات وروح وجاي ودكاتره، لفيت مصر كلها واسكندريه وجيت هنا وما خليتش يعني عليه. فدلوقتي الكلى محتاجه مسح ذري عشان تعرف. لازم اعمل له مسح ذري عشان اعرف نسبه الكلى شغاله قد ايه، لان هي دكتور قال لي ممكن يكون فيها ضمور، فاحنا خايفين ليكون يعني النسبه هتزيد، عايزين نعرف شغاله قد ايه. لان لو في كلية وقفت لازم نشيلها. طبعا احنا بدانا برضو في موضوع النمو، ادينا له لمده 30 يوم كل يوم حقن هرمونات على اساس نزود بس حتى طوله شويه. ما فيش، هو النمو عنده ضعيف جدا، ضعيف، وغير كده وزنه 15 كيلو. هو لغايه دلوقتي 5 سنين وزنه 15. طبعا الوزن ده مش طبيعي، طفل قدامك بيتالم، لازم طبعا بتحاول تساعده باي طريقه. احنا يعني بنحاول نعمل له اي حاجه. فطبعا جه الدكتور هنا. ايه الالم يعني؟ ايه الالم اللي بيحسه فيه؟ الالم ان هو ما بيجريش زي زمايله زي اصحابه. لما يروح كنيسه مثلا مش عارف يجري. مدارس احد مش عارف يجري. يطلع معاك في الشارع اي حاجه يقع فيها في الشارع. لان طبعا مش بيشوف، هو بيشوف من الاطراف. يعني هو رؤيته ضعيف طبعا، لان هو محتاج زرع قرنيه، والقرنيه دي لسه ما اتعملتش، وهتعمل على سن البلوغ. واللي غير كده ان هي مكلفه جدا. دي المفروض تتعمله عنده قد ايه؟ 16 سنة. 16 سنة تمام. فالدكتور قال احنا ممكن نعمل حاجة تانية. ان احنا نعمل له زرع عدسة. فاكتشف ان في مية بيضة. عملنا اول عين. وعملنا زرع عدسة. واتعملت اللي هي عينه اللي هي دي. بعد كده العين التانية طبعا. نزلت عليها مية بيضة. ومحتاجة نفس الكلام برضو، مية بيضة وزرع عدسة. لسه دي هنعملها له. حضرتك برضو كنت قلت لي انه عنده حاجه في ضغط في العينين او في مشكله. هو بالنسبه لضغط العين اللي هو عباره عن القرنيه، فطبعا هو دلوقتي بالنسبه لضغط العين ده لازم كل 6 شهور اجي هنا اعمل فحص عند الدكتور المتابعين عنده، كل 6 شهور يشوفه ونشوف برضو نسبه الكلى. كمان برضو موضوع من الكلى، نشوف هل الكلى كويسه ولا واقفه ولا شغاله برضو كل 6 شهور. اكتشفنا برضه بعد ما عملنا العمليه ان هو بيمشي على رضيف صوابعه، مش بيمشي على رجله. لا. طب وايه السبب في دي بالدكتور؟ ده اللي لسه انا ما جريتش فيه بصراحه. يعني دي لسه جديده؟ دي لسه جديده، واحنا طبعا تعبنا، ومش عايز اقول لك يعني كنا بنقعد بال 45 يوم وبال 40 يوم في القاهره. طبعا عارف انت طبعا القاهره وكده.
فلسه. الطفل ده عنده 5 سنين، باتريك عنده 5 سنين. خلال الخمس سنين دول يعني انا في تخيلي انه عمل حاجات يعني ممكن يعملها راجل عنده 80 سنة. اكيد يعني يعني مش 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 طفل صغير. يعني بعد الولاده بثلاث اسابيع اكتشفنا ان عنده انتفاخ وعدم نزول البول بصوره طبيعيه، واكتشفنا ان في مشكله في الحالب. تمام. عنده مشكله في القرنيه وسحابه على العينين. تمام. ما بيتكلمش كويس. ما بيتكلمش. عنده مشكله في النمو، وزنه 15 15 كيلو وزنه في النمو. عنده كلى صغيره وكلى كبيره، وفي كلى صغيره انتوا شاكين ان هي ممكن ما تكونش. هي مش شاكين، احنا بعد الفحوصات طبعا اثبت ان هي مش شغاله بالنسبه الطبيعيه. يعني يعني هتتشال. الدكتور قال لي لو اشتغلت كويس ماشي، ما اشتغلتش هتتشال. وعنده انسداد معوي في الامعاء. هو عنده شبه انسداد معوي نتيجه العمليات الكتيره، لان طبعا بطنه لو انا وريتها لك كانت الان فتحها طبعا اجزاء كده طبعا بعد ما اتعملت، فبيعمل له ايه انسداد، كل فتره بيبقى فيه انسداد. فجي هنا قبل كده عملوا له تسليك في المستشفى هنا عين شمس. الانسداد ده بيعمل له يعني بيظهر ازاي او بيبقى بيظهر ان هو ما بيعملش براز وبيرجع من فوق، اي حاجه ياكلها يرجعها تاني. مفيش هضم. بيبقى فيه الدنيا مقفوله عنده جوه وبتاع. انا عنده لحميه عملتها له ببوجه برده، وعملت له اللوز وزوره طبعا برده عملناه له قبل كده خالص، وتجميل الحالب عملناه. يعني طب حضرتك ايه طلباتك؟ هي مشكله عينيه. يعني حضرتك محتاج تهتم اكتر بعينيه، بمشكله العين بالظبط. في مشكله طبيه ان انت حضرتك مش لاقي دكتور يعالجه كويس، ولا المشكله ماديه؟ لفيت ما لقيتش يعني حاجه اعملها ليه تساعده انه يمشي، فطبعا تعبت. عشان كده جيت لكم. فهو انت محتاج مشكله العين عشان يعرف يمشي. طبعا عشان يعرف طبعا عشان يعرف يمشي، يعرف يروح المدرسه، ويعرف يلعب زي اصحابه، لان ما قاعد طول الايام يعني مش عايز اقول لك في البيت ما بيطلعش. يعني بيقضي ايامه في البيت. انت في حد قدم لك اي يعني في اي حد طبعا ساعدك او في اي الامبسوفيليس طبعا. الامبسوفيليس اسقف البحر الاحمر. وابونا ايليا واخوه المرضى برضه اللي هم طبعا بيساعدوا ساعدوني كتير يعني في عمليات. محتاج مشكلة العين والقرنية دي. يعني أنا عندي مشكلتين رئيسيين دلوقتي. عيني والكلية بتاعته. هي اللي عايزة متابعة، وعيني عايزة متابعة. وباستمرار. أنت عندك مشكلة في الدكاترة؟ ما عنديش مشكلة في الدكاترة، بس هو الـ يعني الوضع طبعاً والإمكانيات طبعاً إيه؟ هيطلبوا حاجات طبعاً أعلى من إمكانياتي. من إمكانيات. طبعاً. ما انا شايف بصراحه يعني شايف انه الحاجات دي مفيش حد يقدر عليها. يعني حاجات زياده، يعني حاجات زياده، حاجات في كل حته. انا هو الولد ده من ساعه ما صرف يعني مش عايز اقول لك المبلغ، لو قلت لك على المبلغ هتتخض. يعني لا انا عايز اعرف صرف المبلغ اللي صرف الولد اكتر من حوالي 98000 جنيه في 5 سنين عمليات. من ساعه ما اتولد. ولسه شغال و كتير يعني. يعني حضرتك محتاج حد يتابع معاك في موضوع العين وفي موضوع الكلى. اكيد. دول الحاجتين الاساس طبعا اللي اتقال كله، لو في حد يتابع فيه خير وبركه، بس الاساسي عندك او بالنسبه لك موضوع العينين وموضوع هو يعني احنا كله متجمع مع بعض يعني، او كله مرتبط مع بعضه. يعني اللي انت هتعمل ايه، هتبص على الكليه هتلاقيها برضو ايه عايزه متابعه. النمو ده اللي انا قلقنا برضو. النمو ده اللي هو يعني 5 سنين و 15 كيلو حتى. كل لان هو عنده كمان المناعه، عنده يعني كل 3 ايام بيروح للدكتور، 4 ايام بيروح للدكتور. حضرتك محتاج اي حاجه تانية؟ لا انا محتاج بس ابني يتعالج ويخف، مش محتاج اي حاجه. رجعنا بعد ما شفنا حاله الطفل باتريك، وشفنا
قائمة من الأمراض اللي عنده. عنده عملية في العين وفي القرنية، وعنده سحابة، وعنده النمو الوزن، عنده انسداد معوي، عنده ما بيتكلمش كويس، عنده كلية صغيرة وكلية كبيرة، عنده جيب في المثانة، عنده خصية معلقة، عنده لحمية ولوز، عنده أمراض كتيرة. طفل 5 سنوات مر بعمليات وعنده أمراض، اللي يقدر يساعد باتريك بأي نوع من أنواع العلاج في الحاجات دي كلها، اللي يقدر يساعده إن هو يقدر يكمل باقي العمليات، ممكن يتواصل معنا من خلال أرقام التليفون، من خلال الإيميل، من خلال أرقام الحسابات. بنشكر تعب محبتكم، بنرجو منكم إن أنتم تصلوا لينا لكي ربنا يثمر في هذه الخدمة 30 و60 و100. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرت. للإيداع لحساب برنامج أتحبني، بنك القاهرة، بالجنيه المصري، حساب رقم 95-501-5893، بالدولار الأمريكي، حساب رقم 95-601-371، بالجنيه الإسترليني، حساب رقم 95-602-25، باليورو، حساب رقم 95-605-110. Depositing account for Atuhibuni program, Bank du Caire, 26th of July branch or any other branch of Bank du Caire, in Egyptian pounds, account number 95/501/5893. In American dollars, account number 95/601/371. In sterling pounds, account number 95/602/25. In euros, account number 95/605/110. جميع مكاتب البريد المصري بجمهورية مصر العربية، حساب رقم 010-11-30-130-9818. To make a deposit into all the offices of the Egyptian Post Office, account number 010011300139818.